بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتحدث في هذه المحاضرة عن التخطيط الاستراتيجي، وبداية كما تعودنا أن نطرح دائما الأسئلة المنهجية. فهنالك ثلاث أسئلة هامة جدا في عملية التخطيط الاستراتيجي، وهي أولا: أين سنلعب؟ بمعنى ما هو المجال الذي سيكون في خطتنا الاستراتيجية؟ ما هو المجال الخاص بمنظمتنا؟ أو ما هو المجال الذي أهدف إلى تحقيق هدفي فيه؟ السؤال الثاني: كيف سنلعب؟ بمعنى ما هي الوسائل أو الطرق التي سأقوم بسلكها للوصول إلى هذا الهدف؟ وما هي الوسائل أو الأدوات التي سأستخدمها للوصول لهذا الهدف؟ السؤال الثالث: ما هي قدراتنا الأساسية؟ وهذا السؤال هام جدا، وينبع من معرفتنا لذواتنا أو معرفتنا للمنظمة وما تملكه من نقاط قوة. ويجب التركيز والتأمل في هذا السؤال، فلا يعني أن القوة المالية فقط هي القوة التي تملكها المنظمة، بل هنالك القوة العقلية أو قوة الوقت وكيف يمكن استخدامه واستثماره، أو قوة العلاقات الشخصية، أو قوة المهارة في مجال ما، أو المعرفة أو الخبرة. كل هذه قوى يمكن استخدامها وتعظيمها للوصول للأهداف. فلذلك عند طرح السؤال ما هي قدراتنا الأساسية وما هي نقاط قوتنا، يجب التأمل جيدا ومعرفة الإجابة بشكل عميق، ويجب تدوين الإجابة لهذا السؤال الهام، والتي بالتالي يمكن أن تطرح نفسك بعد كتابة هذه الأجوبة: كيف يمكن تعظيم نقاط هذه القوة والمحافظة عليها، من ثم توجيهها للوصول إلى الهدف. خطوات التخطيط الاستراتيجي، هذه الخطوات هامة جدا في كتابة الخطة الاستراتيجية، ونطرحها نحاول طرحها بشكل مختصر ومبسط لغير المتخصصين. فبداية، في بداية التخطيط يجب أولا أن أعرف من الذي سيقوم بعملية التخطيط، وقيل عنها التخطيط للتخطيط أو تشكيل الفريق. فبالتالي التخطيط لفريق العمل وما يتعلق بمجالاته وصلاحياته ومدة عمله، وما يتعلق كذلك بمدة عملية التخطيط هذه ومدة الخطة الاستراتيجية. ثانيا، بعد عملية اختيار الفريق، وضع ما يتعلق بصلاحياتهم ومسؤولية كل عضو ومدة عمله وكيفية الدفع أو اعتماد القيمة المالية التي سيقوم من خلالها بالتخطيط، سواء كقيمة راتب له أو قيمة مالية لعملية التخطيط نفسها أو الخطة الاستراتيجية. المرحلة الثانية هي مرحلة الانتقال للسؤال حول قيم المنظمة، وما هو ذا قيمة للمنظمة، ومجال الذي يعتبر قيم للمنظمة، سواء يعتمد ذلك بطبيعة الحال على حسب مجال المنظمة، سواء في المجالات الربحية أو المجالات الخيرية أو مجال الاستثمار أو حتى المجالات الوطنية والحكومية. فبالتالي وضع القيم من الأمور الهامة والتي ستساعد بعد ذلك في صياغة الرؤية. والرؤية جملة هامة جدا، وهي الحلم أو الهدف أو صورة نمطية للمنظمة في نقطة مستقبلية، أو الحلم أو الهدف الذي تسعى المنظمة أو الشركة أو الهيئة لتحقيقه. فبالتالي صياغة الرؤية يمكن أن يكون عبر طريقتين: الأولى تكون طريقة نصية، والثانية تكون بطريقة كمية، عبارة عن أهداف محددة بأرقام معينة بحسب فريق التخطيط الاستراتيجي. وسنتناول إن شاء الله مثالا حول ذلك يوضح لنا طريقة للتخطيط الاستراتيجي أو مثال للخطة الاستراتيجية. بعد صياغة الرؤية نصل إلى صياغة الرسالة، وصياغة الرسالة هي جملة تعرف المنظمة نفسها ومجالها وكيف تتميز بالنسبة للمنظمة، سواء فيما يتعلق بالموظفين أو فيما يتعلق كذلك بالمنافسين والبيئة الخارجية.
لذلك صياغة الرسالة تكون أطول نسبيا من الرؤية، ونعيد أن الرؤية هي الهدف الذي تسعى المنظمة أو الحلم تسعى المنظمة لتحقيقه، أما الرسالة فيعرف مجال المنظمة وكيف تعرف المنظمة نفسها وكيف تتميز سواء داخليا أو خارجيا. داخليا للموظفين بإيجاد بيئة تنافسية وبيئة محفزة للعمل، وخارجيا بالعلاقة بالمتنافسين في نفس المجال. بعد ذلك ننتقل إلى وضع الأنشطة الرئيسية ومجالات العمل. فلكل منظمة من خلال رؤيتها هنالك مجال معين تسعى للتميز فيه وتسعى لتحقيق هذه الأهداف التي رسمتها، وبالتالي يجب بعد ذلك معرفة الأنشطة الرئيسية وما يترتب على الأنشطة الرئيسية من وحدات عمل أو وحدات مساندة تسعى دائما لتحقيق هذه الأهداف وهذه الرؤية. فلذلك كمخططين استراتيجيين وقادة استراتيجيين يجب دائما طرح سؤال هام جدا إذا ما تم اقتراح عمل إدارة ما أو مبادرة ما، فيجب طرح السؤال: هل هذه المبادرة أو هل هذه الإدارة ستوصلني للهدف أم لم توصلني؟ فإذا كانت الإجابة نعم، إن هذه المبادرة وهذه الإدارة وهذه الهيكلية المقترحة ستوصلني للهدف، فبالتالي يعني يجب أن أوافق عليها أو يمكن الموافقة عليها. أما إذا كانت لن توصلني للهدف فبالتالي لن تكون أساسية ولن يتم الاهتمام بها أو وضعها في عين الاعتبار. بعد ذلك يتم تقسيم الهيكلية التي توصلني للهدف والحلم الذي أريده، ووضع كذلك التصورات المالية والتكاليف المالية لعمليات التشغيل أو عمليات الأداء. بعد ذلك وضع أو صياغة مؤشرات الأداء، ومؤشرات الأداء هو الهدف بالحد الأدنى، بمعنى أنه إذا كان لدي منظمة ووضعت هدف مثلا بتحقيق 5 ملايين ريال كربح خلال 5 سنوات، فإنه يمكن قياس مثلا الحد، يمكن وضع الحد الأدنى أو مؤشرات الأداء أنه أقول أنه خلال 6 أشهر كمثال يجب علي الوصول إلى هدف بمقدار 50,000 ريال حتى أصل على الأقل حتى أصل مثلا إلى هدفي الذي أريده خلال 5 سنوات. ويجب بعد دراسة كل الهيكلة الخاصة بهذه المنظمة يجب وضع مؤشر أداء خاص بكل إدارة يتغير بتغير مجال ونشاط الإدارة. فإحدى الإدارات مثلا إذا كانت تتعلق بمقابلة الجمهور فيمكن قياس مؤشر الأداء بالوقت الذي يقضيه الموظف لتخليص هذه المعاملة أو لإنجاز هذه المعاملة، فأقول إنه يجب أن يكون وقت تخليص المعاملة أقل مثلا من 5 دقائق كمؤشر أداء يهدف بعد ذلك إلى أن أصل إلى رضاء الجمهور أو رضاء المستفيدين من هذه الخدمة. بعد ذلك أنتقل إلى وضع خطط تشغيلية، والخطط التشغيلية يمكن تبني نموذج سوات وهو عبارة عن نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، يتم صياغتها بتحليل البيئة الداخلية والخارجية، الداخلية سواء من عمال أو أنظمة داخلية وموظفين، وخارجية من منافسين وكذلك أنظمة حاكمة، ويمكن تحليل كذلك العناصر السياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية والتقنية والقانونية، ومعرفة كيف ستؤثر على نشاطي وكيف يمكن أن أستفيد من كل هذه العناصر لتعظيم المصلحة وللوصول للهدف. فبالتالي أطرح على نفسي أو أطرح على منظمتي السؤال: كيف أستفيد من الجوانب القانونية مثلا في الوصول للهدف؟ كيف أستفيد من الجوانب المالية أو التسهيلات المالية للوصول للهدف؟ وهذا ينبع كذلك من معرفة نقاط القوة لدي. فنقاط القوة لدي قد تكون داخل المنظمة لكن بعضها كذلك قد تكون خارج المنظمة. بعد ذلك يمكن أخذ الموافقة من مسؤولي المنظمة وشرح الخطة لجميع العاملين بهذه المنظمة وإقناعهم وتحفيزهم بالهدف وكيف سيكون الموظفين والعاملين بهذه المنظمة جزء من تحقيق هذا الهدف وهذا الحلم. هنالك نصائح مهمة
للتخطيط الاستراتيجي. يجب أولاً تحديد الهدف جيداً والتفكير فيه بشكل ملي وبشكل متعمق، فبدون تحديد الأهداف لن تصل إلى نتيجة، فكما يقال لا رياح مواتية لمن لا وجهة له. فلذلك تحديد الهدف أمر هام جداً، ووضوح الرؤية كذلك أمر هام جداً للمنظمة أو لتحقيق شيئاً ما. ثانياً، لا تنجرف من المجال والهدف الرئيسي إلى المجالات الثانوية، أي ركز جهودك. فبالتالي عند اختيار مجال ونشاط معين أو تحديد هدف معين في عملية التخطيط أو في عملية الأداء والإنجاز، يمكن أن تفتح لي مجالات أخرى ثانوية أو فرعية. لذلك لا تنجرف إلى هذه المجالات، وركز طاقاتك وجهودك كلها إلى الهدف الذي وضعته مسبقاً. النصيحة الثالثة، فصل في الخطة، فكما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل. فلذلك تفصيل الخطة الاستراتيجية ووضع جميع الجوانب المتعلقة بالعاملين، وكذلك عدم ترك مساحة أو هامش للاجتهاد خصوصا في المسائل الاستراتيجية الهامة، مهم جدا. هذا لا يتعارض طبعا مع أنه يجب ترك حرية للإبداع في بعض المجالات الهامة، لا يتعارض التفصيل في ترك حرية الإبداع، لكن يجب دائما في الأمور الهامة فيما يتعلق بالرؤية أو الأهداف الخاصة بالمنظمة يجب أن تكون مفصلة ومعروفة لكي يؤمن بها جميع العاملين وأولهم المسؤول عن المنظمة. رابعا، أبدع بشتى الطرق للوصول إلى أهدافك. للوصول للأهداف هنالك طرق نمطية، هنالك طرق يمكن الاستفادة منها من الشركات المنافسة أو المنظمات المنافسة أو كذلك الدول الأخرى. يمكن كذلك معرفة الإبداع بالقراءة مثلا في المجالات المتخصصة عبر الكتب الحديثة أو المجلات المتخصصة، أو يمكن كذلك إبداع طريقة لم يسبق بها أحد من قبل، وبالتالي تكون نمط جديد أو طريقة جديدة يمكن الاستعانة بها وتكون خاصة بهذه المنظمة. خامسا، اعرف نفسك جيدا ونقاط القوة لديك ولدى المنظمة والعاملين بها. هذه نقطة هامة جدا، فمعرفة نفسك مثل ما قلنا، فإن الأمور المالية دائما أو القوة المالية ليست هي القوة الوحيدة التي يمكن استثمارها، بل هنالك قوة عديدة مثل ما تم ذكره، مثل الوقت، مثل العقول، مثل الخبرة، مثل المعرفة والمهارة. هذه كلها قوة يمكن استثمارها للوصول للهدف. سادسا، دون خططك، فالتدوين عملية هامة جدا في التخطيط الاستراتيجي، فيمكن الخروج عن طريق الفريق الخاص بالتخطيط بكثير من الأفكار الرائعة، ولذلك يجب دائما تدوين الخطط الاستراتيجية وتدوين كافة التفاصيل مثل ما ذكرنا. أخيرا، تصبح الاستراتيجية حبر على ورق إذا لم يقتنع صاحب المنظمة بأهميتها والإيمان بها. لذلك إذا لم يؤمن صاحب المنظمة بالاستراتيجية، فإنه ستكون هذه الاستراتيجية عديمة الفائدة وبلا نتائج تذكر، لأنه سيكون هنالك نوع من المقاومة بطبيعة الحال، لأنه أي تغيير في أي منظمة أو لأي سلوك اجتماعي أو إنساني يواجه دائما بنوع من المقاومة. فلذلك إذا لم يؤمن صاحب المنشأة أو قائد أو القائد الاستراتيجي بهذا التغيير وبأهمية التخطيط الاستراتيجي، لن تتأتى هذه النتائج ولن يتم تحقيقها، لأنه لم يقتنع بها. فاقتناع بها مهم جدا لمصلحة أولا نقلها للعاملين بهذه المنظمة، ومحاولة إقناعهم وتحفيزهم واستخراج ما لديهم من طاقات كامنة. ثانيا، إن اقتناعه بأهمية التخطيط الاستراتيجي وأهمية الخطة الاستراتيجية له محفز له شخصيا باتخاذ القرارات الحاسمة في الأوقات الحرجة والتي تتماشى مع التوجه أو الخطة الاستراتيجية. شكرا لانتباهكم. سيتم بمشيئة الله تعالى وضع مثال لخطة استراتيجية. أشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.